ببلاغ جمعية ضحايا التعذيب بجنيف اليوم صادر منذ قليل يوم 29 أوت. في ختام شو يقول البلاغ؟ يقول نذكر في جمعية ضحايا التعذيب في جنيف السيد فريق بوعسكر وكل من قد يتورط معه فيما يجرى أو يجري من محاولات التلاعب بالقانون والإجراءات والدوس على الحقوق المدنية والسياسية بأنه لن يفلت من العقاب، وسنتابعه قضائيا في المحاكم التونسية والدولية، ولا إفلات من العقاب طال الزمن وقصر. هذه ذكرى تذكير من جمعية ضحايا التعذيب. بالله سريعا خليني قبل ما نواصلوا نذكر بعد إرجاع كل من الدكتور عبد اللطيف المكي ودكتور الزنايدي اللي السباق الرئاسي البارح بلاغة من الهيئة الانتخابية والحملة الانتخابية الدكتور المكي بطبيعة الحال أعربوا عن تقديرهم القرار العادل والمنصف والشجاع لدي أزرته المحكمة الإدارية والذي قضى بصحة ملف الترشح، ويقولون أننا نأمل أن تستمر المحكمة على هذا النهج في معالجة بقية الملفات مما سيعود الأمل للشعب في انتخابات حرة ونزيهة. ويقول ندعو المواطنين والمواطنات للانخراط في خيار المشاركة الفاعلة في الانتخابات وتطوير هذا الخيار من خلال الانخراط في الحملة الانتخابية. كذلك اليوم بلاغ لمرشح المرسم من جديد، نقول مرسم لأن المحكمة كما يقول الدكتور معطر رسمته من جديد، الزنايدي في أهم يقول معركة الإنقاذ والإصلاح تسع الجميع ولا يمكن أن نخوضها إلا إذا اجتمعت كل الإرادات الخيرة والعزائم الصادقة الشعبوية قسمت التونسيين، واليوم حان الوقت ليجتمعوا ضدها وينقذوا البلاد ويشرعوا في إصلاح ما أفسدتها. هذا على الأقل، وننتظر كما قلت دكتور غدوة تصريح بالحكم يتم تمديده للسيد عماد الدايمي وإن شاء الله ينال حقه، لأنه حسب بلاغاتها يعني شيء مضحك. أنا حكيت على التزكية لأنه حتى ذكرت الدايمي على مسألة الوورد عطوه بي دي اف أي. يعني كان عطلوه، يبقى الأمل قائم. باهي نأتي للصحيح، أنت من بكري تلمح ودروس. لا بلا سي حسين كنت تسمح. نعم. أنا بهذه المناسبة كما عملت جمعية مناهضة التوقي من تعذيب جنيف أنا أدعو جميع المنظمات الوطنية وجميع الأحزاب جميع مكونات المجتمع المدني أن تتحفز وتصدر بيانات وأن تتجند للدفاع عن هذا المسار الانتخابي. راه بدأ التلاعب فيه من أول لحظة، من لحظة اللي الانقلابي معناتها سمح به، سمح وقع أكره على جراء الانتخابات، فخلينا لجنة معينة وعملنا قوانين على المقاس، ورغم ذلك خلينا 20-30% نتحركوا فيها، وكي تحركنا في 20-30% قلبنا عليه الطرح معناتها وانقلب السحر على الساحر. اليوم بدأت المسار الانتباخي كالعرس اللي كنت أحكي لك عليه بدأت أسس. اليوم كل من يريد إفساد هذا العرس فعلينا نتصدى له، وعلى المجتمع المدني يتحمل مسؤوليته، وعلى الشعب التونسي يلزمه يتمسك بالصندوق وبضرورة إجراء هذه الانتخابات، وباش ينتخب كل من يراه جديرا بهذا المنصب، ونتخلص نهائيا من هذا القوس الكابوسي الذي مرت به البلاد. ذكرنا بما ورد في دستور 22 مرة أخرى على أساس أنه ثم مجتمع من حق مهم جدا لكرته. نعودك الفصل حبة. نعم، سادة المشاهدين والجمهور اللي تبعوا فينا ما شاء الله. هيا سيدي أش يقول دستور قيس سعيد في الديباجة في الفقرة الثالثة المادة 2 أننا نؤسس إلى تركيز نظام دستوري جديد يقوم لا فقط على دولة القانون بل على مجتمع القانون، حتى تكون القواعد القانونية تعبيرا صادقا أمينا عن إرادة الشعب فيستبطنها يعني يعيشها ويحرص بنفسه على إنفاذها ويتصدى لكل من يتجاوزها أو يحاول الاعتداء عليها. قريت لك حرف حرف على شرع يعني المجتمع عنده الحق يدافع على مكاسب. نعم نعم، ويدافع على القانون، واحنا هذا كل وانا حكيت لك بكري على ان كل ما وقع هو قانوني، وكل ما وقع هو يعني واضح
والحديث عنه يولي من الفاضحات، وبالتالي لا تؤولوا ولا هم يحزنون. يا أبو عسكر ما عليك إلا يوم الأربعاء تعلن كما يقول لك الفصل 163 نتاع قانون الانتخاب، يقول لك أنك تقوم بالإعلان. فقط دورك أنا يا سي أبو عسكر، فقط الإعلان، ما عندكش ما ترجع. عندك ثلاثة الأولين اللي 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 علنت عليهم، هذوكم ترسموا انتهوا. توا عندنا ثلاثة، توا عندنا زوز حصلوا، وإن شاء الله يحصل الثالث. ما عليك إلا نهار 4 سبتمبر وتقول هكا، هكا تقول هكا نحب نراوك هكا بالصفق عليك، وتقول أن المترشحين المقبولين نهائيا للتنافس على منصب رئاسة الجمهورية هم فلان وفلان 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 وفلان. نقطة وارجع للستار، رد بالك تنحرف يمين ولا يسار، لأنك راه كل 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 زلقة معناتها كل زلقة بفلقة. هو القانون أعطاه أنه بمثابة الحكم ابتدائي، رجع روحه باش يولي دائرة تعقيبية وأكثر من سكون مجلس دولة. هو ما فهمتش أنا يا ودي، كان تو احنا لو كان جي في محاضرة للطلبة هكا ولا في مرافقة من محكمة، راني تو نقول عليه ما معناتها أشياء ضحك ضحك ضحك. لا للتبسيط، انا مش فاهم القانون فقط، يعني هو اصدر حكم ابتدائي مش الدوائر الاستئنافيه، انا رفضت احكام التعيين وجات بعدك المجلس العامه، هو الان يحب يرجع سلطه فوق من كل. وقت اللي صدرت الاحكام الاستئنافيه ما قريت وخرجوا بيان، نعم، ولا جماعه الهيئه يمشيوا بكتافهم، قالوا اوكل المحكمه الاداريه اعطتنا الحق. وهات نذكر الدكتور، نذكر خرجوا بيان الساده المشاهدين بما صار.